مرحبا بكم. في خطوة تهز شمال إفريقيا، أعادت الجزائر رسم حدودها مع المغرب، حيث فرضت تأشيرات الدخول على المواطنين المغاربة، مشيرة إلى مخاوف أمنية خطيرة. وتتهم الجزائر المغرب بالتجسس والجريمة المنظمة، وحتى استخدام عملاء استخبارات صهيونيين، لما يقرب من عقدين كان بإمكان المغاربة السفر إلى الجزائر دون الحاجة إلى تأشيرة، رغم إغلاق الحدود منذ عام أليونسيونغ أرم أباي. هذا القرار الأخير لم يفعل سوى تصعيد التوترات المرتفعة بالفعل بين البلدين. إن النزاعات القائمة منذ فترة طويلة حول الصحراء الغربية وعلاقات المغرب مع إسرائيل والإدعاءات بدعم المغرب للجماعات الانفصالية في الجزائر، كلها أمور تقع في صميم هذا المأزق الدبلوماسي. وبينما تدعي الجزائر أن الأمر كله يتعلق بالأمن القومي، يجادل النقاد بأنها خطوة ذات دوافع سياسية لإلهاء الرأي العام عن القضايا الداخلية، وستؤثر إعادة فرض متطلبات التأشيرة بشكل أساسي على العائلات والمواطنين العاديين، مما يجعل من الصعب على الناس التواصل مع بعضهم، ويزيد من توتر العلاقات بين هذين الجارين في شمال إفريقيا. ماذا سيحدث تالياً في هذه الملحمة الدبلوماسية؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة. تابعونا للمزيد. خلف قرار المجلس الأعلى للأمن الجزائري صدمة كبيرة للمخزن، وهو القرار الذي انتظره الكثير منذ مدة بسبب تمادي نظام السوق في استغلال حسن الجوار لمصالح وأجندات ملغمة، وألزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جميع المغاربة التأشيرة من أجل دخول التراب الوطني الجزائري، وعن الأسباب القاهرة التي دفعت بالحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. أكدت بأن النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين انخرط وللأسف الشديد في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم وعلى نطاق واسع شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التلن على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة جوازات سفر مغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية، مشيرة في ذات السياق على أن النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر.